الخاص اللي احنا دايما بنتكلم عليه نماذج مشرفه للغايه منهم هشام طلعت مصطفى مجله فوربس عامله آه تقييم لشركات الكبرى في الشرق الاوسط قاده الشركات العقاريه الاكثر تاثيرا في الشرق الاوسط لعام 24 كلموا على 100 آه رئيس تنفيذي لكبريات الشركات في الشرق الاوسط جاء هشام طلعت مصطفى في المرتبة رقم واحد في مصر أقوى الشركات أقوى قادة الشركات العقارية في مصر اللي احتل على منطقة الشرق الأوسط بنتكلم عن المركز السابع هشام طلعت مصطفى لما بتتكلم على الـ اختياره اختيار هشام طلعت مصطفى كواحد من طبعا شركة ناجحة شغل بقالها أربعين سنة هشام طلعت مصطفى بسم الله ما شاء الله يعني اسم كبير جدا اسم ضخم جدا في المنطقة وفي الإقليم له اسم كبير هشام طلعت مصطفى نجاح على مدار أربعين سنة هشام طلعت مصطفى أتذكر كويس قوي لما تقال مدينتي وقتها الناس قالوا إيه اللي راح يعمل مدينة في الصحراء كانت صحراء مدينتي ديت صحراء زي العاصمة كده قالوا معقولة في مشروع هيتعمل كده هشام طلعت طبعا وقتها بدا واتعمل اعلانات ضخمه جدا ومدينتي وهتكون مدينه عالميه على الارض مصريه فالناس ما كانوش مصدقين انه ده يمكن يمكن حلم كانوا بيحلموا ان هشام طلعت يعمل حاجه لكن هشام طلعت واحد من اهم المطورين العقاريين عنده شاطر يعني الشام ما شاء الله شاطر عنده افكار قويه جدا وعن وكمان هشام طلعت من الناس اللي هو ايه بيع عنده خبرات داخل شر... مجموعه بتاعته حاجه بسم الله ما شاء الله مديهم مسؤوليات عنده شباب كتير جدا مديهم مسؤوليات وبالتالي هو اللي فوق اللي ماسك كده اداره لكن مسته يتابع كل تفصيله هو من الناس اللي ايه ما سيبش لا بتابع كل حاجه المشروع الفلاني الحته الفلانيه اللي اللي البوابه ده بوابه مدينتي بوابه مدينتي يا جماعه تصميم بوابه مدينتي ده اتعمل مش عايز اقول لكم ده خد جايزه. بوابه مدينتي المدخل الرئيسي لمدينتي واخد جايزه. بوابه معمول تصميم حضرتك لما تدخل مدينتي كده شلالات الميه وحاجه مدينتي وبقت مدينتي اللي هي النهارده تدخل مدينتي حضرتك هي مدينه مش كومباوند لا ده مدينه مدينه بجد بسم الله ما شاء الله ما فيش ورقه ما فيش ورقه لا في شارع ولا قدام بيت. شوارع كلها حاجة بسم الله ما شاء الله والكمان الجمال اللي فيها ايه خضرة زرع ورد حاجات كده في تنسيق في ناس قاعدة في أمن يعني أمان ما شاء الله النهاردة بتلاقي أما تروح هناك مول يعني الناس شوفوا المحلات البراندات اللي هناك جاية منين ومين اللي موجود وشوفوا نسبة الإشغال قد إيه والناس جاية من المحافظات الافطار والسحور وطول الوقت وليل حاجه بسم الله ما شاء هو ده هو ده القطاع الخاص المصري الناجح اللي الناس النهارده لما بنتكلم على رجل اعمال زي شام طلعت مصطفى له بصمه النهارده هشام طلعت ما شاء الله بيتوسع داخل مصر النهارده بيتكلم على عنده 15 فندق بعد استحواذه على سبع فنادق التاريخيه بقى عنده النهارده اكثر من 5000 غرفه فندقيه فاذا كمان شاطر هشام في مجال كمان السياحة يعني غير العقارات عنده مجال آخر شاطر جداً فيه دور على الفور سيزن وغيره بقى هنا ولا آه آه سان ستيفن ولا غير ولا شرم الشيخ ولا القاهرة ولا غير ولا النيل ولا لا شوف بيعمل إيه كمان ادخل شوف مستوى الخدمة الناس كمان خلي بال حضرتك ما هنا المستوى اللي هو اللي آه هو غالي آه بس له زبونه طب أنت النهاردة الفور سيزن بتلاقي في أوضة سواء في شرم الشيخ ولا في القاهره ولا سان السفر بتلاقوا حد اللي بيضاء يعني بسال سؤال يعني فهو ده معناه له زبون والزبون في ناس يحب عايز مكان كويس له يعني خدماته موجوده حتى لو غالي النهارده الشام بدا كمان ما بين مدينته وبين الرحاب والنهارده عنده مدينه جديده كبيره قوي ما شاء الله على طريق السويس كده مدينه نور حاجه بتتعمل بالشراكه مع وزاره الـ 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 الاسكان دخل كمان في مشروع راس الحكمه وكان الشام موجود يوم التوقيع مع شقانه في دوله الامارات العربيه المتحده كان موجود ان واحد من اكبر المطورين موجود كمان في مشروع راس الحكمه دخل كمان النهارده عنده عمل هيعمل مشروع ضخم جدا في المملكه العربيه السعوديه ده الاستثمار الناجح شوف انت بتعمل ايه ما طول ما انت ناجح هيتلاقي فرص موجوده شوفوا الاف فرص العمل اللي بيتم تشغيلها في مجموعه طلعت مصطفى فنقدر نعرف النهارده لما يتم اختيار هشام طلعت النهارده واحد من اهم اهم مطور عقاري رقم واحد نتكلم واحد من السبعه الكبار في منطقه الشرق الاوسط رقم واحد في مصر فنعرف سر النجاح جاي منين؟ سر النجاح مش جاي يعني لا جاي من خلال عمل على الارض عمل وشغل على الارض عمل مباني مدن بتتعمل شغل تطوير هائل في مختلف المناطق المصريه سواء بنتكلم عقارات وبنتكلم تنميه سياحيه طبعا وبنتكلم كمان يمكن مجله فوربس لما اتكلمت على المعايير بتاعتها بتتكلم على ليه دول الاكثر تاثيرا في الشرق الاوسط؟ اتكلمت على اربع معايير واحد منهم إجمالي الاصول القيمه السوقيه والايرادات في حال الافصاح زي ما هم قالوا ومحفظه الاراضي او قيمتها والوحدات المملوكه للشركه وقيمه المشروعات اللي بيتم انجازها وقيمه المشروعات تحت الانشاء ومدى التزام الشركه. يعني هشام طلعت يمكن من الشركات القليله اللي هي ما تلاقيش عندهم مشاكل. يعني ما تلاقيش ناس بتشتكي ان هشام طلعت اتاخر مثلا. مثلا او انه عمل اجراء معين، لا ما تلاقيش هشام من من الشركات اللي هي يعني لها يعني تواجد كبير جدا. وثقه كبيره جدا في السوق سواء المصري او السوق العربي